بين رفوف هالمكتبة كثير من القصص والروايات، بين صفحاتها عبر وأحداث وحكم خذت وقت كثير في إعادة صياغة أو كتابة. اليوم ببتعد عن الورق وبعرض لكم قصص بلسان أشخاص عاشوها، ولأن المهم عندي الحدث الصحيح، ضيوفي راح يكونون الأساس في اختيار الشخصيات والمحاور وعنوان الحدث نفسه. ما راح أبدي بكان يا مكان، لأن احنا فقط الوسيلة في حدث لي. عيسى عباس فتح الله، 31 سنة. أكبر تحدي كان أني أيود نادي المحرق للفوتسال والنجوم الموجودين في النادي. أفضل بطولة الدوري البحريني للرجال صالات، ودوري خالد بن حمد للفتيات. طموح شوف. اتجهت حق التدريب للأمانة، يعني انصدمت من البداية، مثل ما قلت أنت، أنا ما عندي تاريخ كلاعب، لكن أنا شخص طمحت أني أنا أوصل كمدرب. فاكتشفت أنه لا، دام أن أنت ما عندك تاريخ من البداية، العقبات في أول خطوة بتيك، يعني من بتبدأ خطوتك الأولى بيقول لك تعال من أنت. فوايد واجهت صعوبات للأمانة، وايد وايد، يعني كل ما أروح مكان طالعوني بنظرة شفيذي ليكون مصدق عمره، هذه عبالة بيطيح طيحة وفي عمره ما بيقوم منها. ما حسيت أنه لا حياك وانت صغير في السن وتعال بنعلمك، تعال بنعطيك الخبرة. طبعا في، مو ما في، لكن أنا أعطيك الأغلب كان لا، ما يبي شخص جديد يدش في الساحة أبدا. أولا عرف عيسى العناوي أنه في بطولات تعب على روحه، الملاحظ أنه ما دش دورة تقريبا إلا قبل سنة واحدة. اشتغل مع ناس ذو خبرة، اشتغل مع ناس لهم باع في اللعبة سواء صالات. البطولات الفرجانية كان يجمع الناس المميزين وكان يحقق البطولات، بس كبداية كان يفشل، فمع الوقت تعلم أنه شلون هو ياخذ البطولة وشلون يتعامل مع الإدارات. عيسى يمكن هو صغير في السن بس كبير في عطاء، يعني دائما يطمح انه يوصل حق مستويات الاعلى منه، يعني يحب يوصل اي بطوله يدشها مثلا كلها بمركز الاول، ما يحب يدش اي بطوله بس كذي مشي روحه، لا يبي يدش يبي يجيب مركز. يعني انا لما بدات في الصالات كنت اقول ان انا بتعلم من الكل، حتى في اشخاص ما تفهم في اللعبه اتي تبي تعلمني عشان تقول انها هي علمتني، ولليوم أقول له مشكور أنت وقفت معي. فمو بعيب أن أنت تتعلم، لكن عقب ما تتعلم أنت شنو بتصير؟ اليوم الناس اللي علمتني أو الناس اللي عطتني نقاط من عن اللعبة هي نفسها قاعدة تحاربني الحين. الكثير من الشباب الطموح وفي مجالات كثيرة، لكن بدايتهم تكون صعبة. ليش؟ شو السبب؟ وش اللي يصير في بداية مشواره؟ كنت أقول، يعني بيني وبين نفسي أقول، معقولة في يوم من الأيام أن أنا في أمل أدرب نادي محرك، ولا أدرب مكان يمثل البحرين، ولا أروح واي، ولا بس أنا حدي هني فرجان محرك وفرجان البحرين. فللأمانة نادي المحرك أنا كنت مع أحد الأندية الثانية، فلما ياني اتصال من كابتن جاسم الشبن وقال لي إن إحنا نبيك في نادي المحرق، ونادي المحرق يعني يبونك بشكل خاص، وأنت منا وفينا، وأنت ولد المحرق وغيره وغيره، حسيت إن لا، الحلم قاعد يصير حقيقة. يعني بسبب حبه وتغربه للعبة قام يتعلم عن طريق أحمد مصطفى العامر، جاسم الجبان، موشي، هذين ناس ساهمت في وصول عيسى العناوي. عيسى العناوي بداية كان إنه ما كان يحب 11 ب11، كان يحب الصالات، فحبي يتعلم عن طريق الفيديوهات، حبي يتعلم عن طريق اللعبة، مارس أول شيء هي كدورات. فاحنا كنا نشوف الإنجازات، لكن قبل الإنجازات كان هناك في كم من دورة كان عيسى ما ينجح،
لكن بعد الخبرة وبعد تعلم من هذين أصحاب الخبرة عيسى قدر يوصل وقدر يحقق ثلاثية في ناس ما قدرت تحققها. إذا تبي الموضوع بشكل أوضح، يمكن حسيت يعني قلة تقدير في اللعبة، يعني حسيت أن أنا كنت أستحق شيء ثاني. لكن هني عندنا في البحرين إذا أنت نجحت كمدرب فريقك قوي، وإذا فريقك قوي وما قدرت تنجح أنت ضعيف، فأنت في كل الأحوال أنت مو بزين. أي مدرب يبي يأخذ بطولة ما بيدش بأي لاعبين، بيجيب أحسن لاعبين عنده عشان يحقق البطولة. ما في مدرب يبي يحقق بطولة بيجيب لك أي لاعب، لازم يجيب لك لاعب على جودة عالية، يعني مستوى عالي، لازم يكون عنده أدوات في الملعب عشان يأخذ بطولة. وسوبر سوكر الفتيات هو اللي طلع الفتيات، ترى هو اللي اشتغل عليهم من الصفر، مو ما أخذ لعبات المنتخب. يعني أول ما بدأت ويا الفريق كانوا يقولون هذه الجملة، مو إن أنا ميمع فريق قوي، كانوا يقولون الحين خلينا نشوف العناوي إيش بيسوي. أكو يود فريق اللي تلعب سلة واللي تلعب طائرة واللي فريق ميمع سموه، خلينا نشوف الحين إيش بيسوي. فأنا اجتمعت مع البنات وقلت لهم بصريح العبارة، قالوا عنا 1 2 3 أنا وأنتو، هل أنتو قادها؟ هل أنتو تبون تسوون شيء؟ وقعدنا نتمرن بشكل يومي بدون إجازة، حتى الجمعة ما في إجازة. اللي ما تقدر تتمرن ما تنزل، لكن في النهاية كان التمرين مفتوح بشكل يومي، وكان الفريق فعلا يبي يلعب. فلما دشوا البطولة الأولى طلعنا فيها الثاني، فنلاحظ أن حتى اللي حق معهم بطولة ترى مو لاعبين كرة صالة، بعضهم كانوا سلة، بعضهم كانوا طائرة، بعضهم كانوا، فشون قدر يعني يمزج هذه المجموعة وقدر أن يحقق فيها بطولات؟ كان يحتاج سنة تقريبا، سنة تعلم أول شيء ما حقق البطولة، السنة الثانية حقق البطولة، والكل أشاد في عيسى لأنه اشتغل من البداية، كان إعداد تقريبا سنة ونص عشان نحقق هذه البطولة. عقب ما اشتغلنا في البحرين وقدرنا نحرز بطولات محلية في البحرين، اكتسبنا معارف، تخبر يعني السوشيال ميديا الفترة اللي طافت كلها هي الأساس في الشغل الكروي والإعلامي يعني. فشافوا الفرق اللي برا بأن في فريق بحريني توه طالع، ترى كانوا يعرفون نحن تونا طالعين، فقدرنا نحصل دعوة من السعودية ودعوة من الكويت، قدرنا نحرز بطولة في البحرين في السعودية وفي الكويت، وحصلنا دعوة في الحلم اللي تحقق عندي كان في نادي العين، وكانت هذه الدعوة جدا مميزة. لكن للأمانة ما كنت يعني ما قدرت أروح لها بكامل جاهزيتي، هذه الشيء الوحيد اللي ندمت عليه في هذه البطولة. لكن اليوم الحمد لله اسمنا نعرف في دول الخليج، وهذه يبين ترى مو شغل كابتن عيسى العناوي. اليوم أنا ما أقول لكم أنا اللي سويت وأسلالة، هذه يبين شغل اشتغلنا فيه كمجموعة من رئيس الأكاديمية الكابتن أحمد العامر إلى المدرب إلى الجهاز الفني والإداري وأولهم اللاعبات. دائما تعامل الفتيات بخلاص، ما راح يحبب اللاعبات فيه، يعني مو بس كوره، لا يحبب اللعبات فيه. اذا حببت اللعبات بيعطونك في الملعب، مو يعني مو كلهم معصب عليهم وذي، لا يحببهم، تغشمر وياهم، يعني في ما راح بينهم عشان اللعبات يأدون عنده في الملعب. يعني عيسى كانت مشكلته الوحيده انه وايد عصبي، اذا يفقد كان يعني يصير امر انه تقول هذه مو بعيسى، لكن مع الوقت مع البطولات قام عيسى ينضج شوي. مشكلة العصبية إن إحنا نعاني، الكل يعرف إن إحنا نعاني من التحكيم أو نعاني من أمور إن لا ما تبي تنجح دي الفريق. كل بطولة ناس ما رحنا الكويت كانوا هما يعني هما كانوا يحاربون إنه ما نبي ننجح البطولة. فإذا أنت بتياود على عيسى على عصبية، في ناس وايد عصبيين. يعني اتصال كابتن عيسى بغيناك في اتحاد الصم والبكم في نقاش يعني عن عرض حق منتخب الصم. فأنا ما أعرف شو الطريقة، ما أعرف شو البروسيجر، فجيت عادي الصالة. استقبال اللاعبين لي من دخولي الصالة عشان أروح أتناقش عن العقد مالي، استقبالهم لي حسسني بالراحة
اللي ما حسيتها طول فترتي التدريبية. مو معناته أنا ما ارتحت مع فريق الفتيات ولا الأندية اللي دربتها، بس الاستقبال اللي استقبلني فريق أنا ما عارفه، الاستقبال اللي استقبلني يا لاعبين ما يتكلمون، عطوني مشاعرهم، عطوني كلماتهم اللي ما يقدرون يقولونها، كانت هي أكبر تحدي بالنسبة لي. كان بالنسبة لي الحين أنا لا أبي أخذ دوري، لا أبي أخذ كاس، أنا أبي أوصل هذيل حق أهدافهم. فكان هذه التحدي الأكبر عندي. تصدق لو أقول لك أنا ما حصلت صعوبة وياهم من أول يوم، ما أعرف شلون يعني، من الله سبحان الله. أأشر لهم فاهميني، أنا قاعد أأشر شيء غلط، يعني أنا قاعد أتكلم وأأشر شيء غلط، لا هم فاهميني. إحنا أول ما جينا قلنا يمكن في صعوبات، يعني شلون لا يسمع لا يتكلم، شلون تصرف وياهنا. بس يوم جينا وتمرنا وياهم وحطينا وكل شيء تبين سهولات، يعني ما في شيء صعب، ارتحنا لهم ارتحوا لنا، يعني نعرف نسولف وياهم، احنا ما يحتاج مترجم ولا شيء، احنا نسولف وياهم وهم يسولفون نفهم بعض. رحنا معسكر صربيا، كنا بنرجع البحرين يومين وبنروح كاس الخليج، كنا جاهزين لدرجة ان كل يوم كل يوم في نقاشاتنا نتكلم نقول ترى الحلم جرب، ترى الحلم جرب، خلاص وصلنا لمرحلة جاهزية ان يعني بتوفيق من رب العالمين ما في فريق يوقفنا. تمرين بشكل يومي، فكر عند اللاعبين، قابلنا فرق أوروبية على مستوى ترى لا يتوقعون. رحنا لقينا مدارس الثانوية، لا آخر مباراة لقينا بطل كاس صربيا. نعم ما فزنا لكن تعلمنا ولعبنا معاهم مباراة تنافسية انتهت 6-4 حق بطل الكاس. فأنت تخيل أنك مسجل عليهم 4 وكنت يعني في قمة عطائك، فكنت جاهز جدا. فجأة وقبل لا نرجع بيومين بس قالوا لنا ترى انلغت البطولة بسبب الكورونا. ونقول الحمد لله على كل حال، ربما خيرة، يعني يمكن نكون أقوى في المواسم الجاية، أتمنى يعني. فريق ينجح مدرب أو العكس، في الأخير الاثنين نجحوا. هل ذي الكلمة هي استقصاد للمدربين الصغار واللي توهم بادين مشوارهم؟ أنا اليوم حصلت عرض في الإمارات وحصلت عرض في الكويت وما رحت، ما رحت بسبب أن أنا حالياً ولحد الحين أنا أبي أعطي في ديرتي. ويشهد الله أنا ما قاعد أقول هالكلام لأنه قدام كاميرا، لا أنا صج عندي عروض وما قاعد أروح، والسبب أن أنا أبي أعطي في ديرتي بين أهلي وأنا أحس أن أنا قادر. أنا ما طلبت أن أنا أكون مدرب منتخب الفلاني ولا مدرب المنتخب هذه، لا لا، أنا أحتاج فرصة، لو كانت معايشة، لو كانت كمساعد، لو أحتاج فرصة. اليوم أنت قاعد تشوفني أنا قاعد أقدم مع الفتيات شيء، وأقدم مع منتخب الصم شيء، وقاعد أقدم مع كل نادي شيء، حتى في دوري البنوك للصالات دوري جدا قوي، دوري سمو الشيخ خالد بن حمد دوري جدا قوي، الحمد لله قاعد أثبت نفسي فيه. أنت كل هذه اللي أنا قاعد أقدم لك مو بعاجبك لليوم تقول لي لا هذه للحين وهذه للحين، زين عطني الفرصة. أكثر مقولة تقول إن عيسى بدون شهايد شلون قدر يوصل لهالمرحلة؟ أنت إذا شلون تعرف إن أنت تكون شخص ناجح؟ لازم تكون محارب. الشيء الوحيد اللي في عيسى أنا وايد أفتخر فيه إن عيسى ما قاعد يسمع حق أحد، مهما حارب مهما تكلم، حتى الناس اللي كانوا يعني يتكلمون عنه كان عيسى يحاربهم بإنجازاته. فوايد أول إمكانات تخلي عيسى إنه لا، هو أرادي ما عنده شهادة، أرادي فريق نجوم، أرادي فريق بوارد ما يحتاج، لكن ما حد يشوف من الصفر شلون ابتدأ عيسى لما وصل لهالمرحلة. اليوم لما تشوف أي فريق من الفرق اللي مثلاً أنا شخصياً أدربهم، إذا ما شفت بصمة قول لي أنت مالك بصمة. فريق الفتيات كل سنة عن سنة تتغير الأسماء وما زال العطاء. أنا ما نقص في لاعبات ولا كبر من نفسي، في عمل في الأكاديمية، في عمل قاعدين نشتغل عليه، كل شخصية نحاول أن احنا نطالعه. هذه بالنسبة حق الفتيات. اليوم في الدوري قالوا لي أنت مجمع لاعبين منتخب، وين أنا مجمع لاعبين منتخب؟ أرجع حق نادي المحرق اللي خدت فيه ثلاثية، سيد محمد الحارس في المنتخب وموشي في المنتخب، الباقي مو لاعبين منتخب، لاعبين لهم أساميهم نعم،
بس مو لاعبين منتخب في الفترة الحالية ولا في فترة اللي احنا خذنا فيها بطولة، بس لأنك خذ ثلاثية تطلع أنت مجمع نجوم. زين غيرك ليش لما يجمع النجوم ما قدر يحقق ثلاثية؟ طبعا أنا ما أنتقد، في مدربين وايد مميزين، بس أنت لأنك داش عليهم أيدد شخص. يعني اليوم أنا في دوري الصالات تقريبا أنا أيدد مدرب، والحمد لله رب بتوفيق من الله قدرت أحقق. فلا، العناوي محظوظ. اليوم أنا رحت الكويت مع شباب كلهم لاعبين منتخب وكلهم فاهمين اللعبة وكذي، لا مو بعيسى اللي سوى. رحنا السعودية، لا مو بعيسى اللي سوى. شيل عيسى بس، شيل عيسى يعني بالاسم، يعني توصلني بالاسم، شيل عيسى بس، لا مدرب زين. وأنا بوجهة نظري إن يعني الشهايد توني باخذهم. أنا بالنسبة لي الشهادة مجرد ورقة حق تثبت حق آسيا إن أنت مدرب، بس مو حق تثبت حق عيال ديرتك والمكان اللي قاعد تشتغل فيه. أنت اليوم أنا قاعد أقدم هذه كلها بدون شهادة، توفيق من الله وبخبرة. فأنا ما أعرف يعني لو كانت الشهادة هي الشيء اللي بتخليني مدرب في نظر أي شخص كان، مفروض هذا الشخص إذا كان شايفني ناقص شهادة وهو اللي يأخذني ويقول لي تعال خذ الشهادة. هذه لو كانوا مسائل يشوفون أن أنا بس ناقصتني شهادة. فأنا بالنسبة لي صحيح ما عندي شهادة، لكن إن شاء الله الشهايد بيون، لكن الخبرة عندي أهم والتعليم الذاتي وايد أهم. عيسى اللي ما يعرف عيسى أنه هو إنسان ناجح، إنسان خايف ربه، إنسان إيه نعم له سلبيات أنه هو عصبي لكن من قلبه وايد طيب. إنجازات الدل على ذلك، حقق مع البنات الشاطئية، حقق فيها الصالات، الملاعب، الدورات. قبل 3 سنوات احنا محققين 8 بطولات في رمضان، محققين بطولة في الكويت بنات ورجال. فاللي ما يعرف عيسى نفس ما قلت، اللي ما يعرفك ما يثامنك، لكن عيسى والله شخصية طيبة ويدعم الكرة البحرينية. طموحي ان انا في يوم من الايام اشيل بطولة بعلم البحرين بتمثيل ديرتي بشكل رسمي، أكون أمثل ديرتي، مو رايح أكاديمية ولا نادي أمثل. هاي طبعاً الحمد لله قدرت أحصل، لكن ودي لو مدرب منتخب البحرين شنو كان. المهم إن اسمي مدرب البحرين وقدرت أحرز بطولة. أعتقد إن هذه المرحلة إذا وصلتها بتكون أكبر مرحلة في حياتي وأغلى مرحلة في حياتي، لأن حلم، يعني حلم ان انا اساهم في يوم من الايام او ينكتب اسمي كمدرب لفئه انجزت للبحرين. ابا اقول له ان استمر ويمشي نفس البرنامج اللي يمشي عليه الحين، فان شاء الله بيوصل ان شاء الله باذن الله. احيانا ترى كل شخص يأتي له فتره يوقف عندها. كان اخوي هو القوه عندي، كان اخوي اللي في كل بطوله، في كل بطوله أول شخص يوقف معي، يأخذ الأمور بضحك، يغربلني، يقطع علي قطات إن أنت كذي وأنت كذي، وفي كل مقابلة يقطع علي جملة جملتين يقلدني حق الضحك. لكن كان سند، كان سند، كان الشخص اللي أعرف أني إذا رحت له بيعطيني الحل الصح لأنه يحبني، لأن أخوي. فيعني صعب يكون فقدانه أشبهه بإيجابية ولا سلبية. شخص أنا فقدته، شخص أنا عارف إن أنا اليوم إذا أنجزت هو ما بيبارك لي، شخص أنا عارف إذا حطيت صورة ولا أي شيء حطيته في حياتي ولا أنجزته، في شخص ما بيقول لي مبروك، وإذا خسرت في شخص ما بيقول لي هارد لك ويعطيني معنوية. الشخص هذه مجرد ذكرى في الصور، والذكريات مؤلمة. اليوم لو أنا أنجز أبي أقول له بروح المقبرة، ترى شيء وايد صعب. يعني مهما تكلمت عن ذي الموضوع وفي كل وقت وفي كل حزة ما أقدر أعبر لك عن الشيء، لأن شخص ما بتشوفه في حياتي
شخص ما بشوفه في حياتي، شخص ما بيوقف معي في حزني ولا في أفراحي. فكان هو بعد وايد محب حق الكورة، لكن كمشجع فكان شخص مرح يحب الضحك، وايد يفتخر فيني، والله وايد كان يفتخر فيني. ربعه اللي معاه في الشغل، زملائه في الجامعة، كلهم يعرفون إن فلان الكابتن عيسى العناوي صار أخو زميلنا ولا أخونا عصام الله يرحمه. فمهما تكلمنا، مهما تكلمت أنا شخصياً، أقول لك ما في نقطة إيجابية وسلبية. أنا فقدت شخص في كل ذكرى حلوة أو حزينة أعرف إن هذا الشخص ما بيكون معي. فأتمنى اليوم مو بس أنا كشخص طموح أو شاب طموح أحصل فرصة، لا، أتمنى إن في شيء يعطي الشباب اللي عندهم موهبة ولا هدف يبون يحققونه يحصلون هذه الفرصة. في ناس وايد ترى حصلت، وإحنا ما ننتقد أيا كان، ترى للأمانة المسائل في ناس وايد ما تقصر وتوقف معاك واقفة، بس في ناس يعني لأنهم يدد في اللعبة ما حد يحط لهم أهمية. هي مجرد فرصة، هي مجرد فرصة، إذا استغل هذه الفرصة فأنت قمت بواجبك، إذا ما استغل الفرصة فأنت قدمت له. هو ما وصل لهذه المرحلة، ممكن المفروض يتعلم أكثر ويأخذ خبرة أكثر ويوصل هالمرحلة. أما الطريقة اللي فلان جديد خلوه، فلان ما عليكم منه يجمع لاعبين، فلان بس شو، فلان كذي فلان كذي، هذه الأمور مفروض أن احنا كبحرينيين نتركها عنا ونوقف في يد واحدة. لأن صدقني في اليوم اللي كل المواهب راح تقدم اللي عندها، البحرين بتكون الأولى في كل شيء.